إرسال ميليشيات شيعية إلى العراق أو تدريبها لتلعب دور طائفي في العراق أمر غير مقبول. ومهما قالت إيران، تواجد إيران نفسها في العراق أمر غير مقبول، بدعوة أو بدون دعوة. إيران يجب عليها أن تحترم مبدأ حسن الجوار، يجب عليها أن تركز في وضعها الداخلي ولا تتدخل في شؤون دول المنطقة، وعلى رأسهم العراق. المشكلة في العراق الذي أدت إلى الفرقة والانقسام في العراق هي السياسات الطائفية التي أتت بسبب سياسات إيران داخل العراق. فعلى إذا إيران تريد السكينة والأمن والاستقرار للعراق، فعليها أن تكف يدها من العراق وتنسحب.